السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار الواحدة ومستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى التهاني من ملوك وقادة ورؤساء عدة دول بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة. وإثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية بشار، تدابير وإجراءات فورية للتكفل بالمتضررين. وفي الاستثمار الفلاحي، محصول وافر في شعبة البطاطا بأم البواقي يعد بتغطية الأسواق. وانتعاش في الإنتاج الفلاحي بالبيض بفضل آليات الدعم والمرافقة. اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة يقرر الشروع في إجراءات تجميد عضوية الكيان الصهيوني بالأمم المتحدة. وفي حرب الإبادة المفتوحة على غزة، ما يربو عن 40 شهيدا في قصف صهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه عبد الله الثاني جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عبر له فيها عن أحر تهانيه لتزكية الشعب الجزائري مرة أخرى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الخير. بدوره، عبر السيد رئيس الجمهورية عن بالغ تقديره لأخيه جلالة الملك الأردني، مؤكدا رغبته في مواصلة العمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية وخدمة قضايا الأمة. على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية بشار خلال الأيام الأخيرة والتي خلفت خسائر مادية معتبرة، جهود حثيثة لمختلف أجهزة الدولة للتكفل الفوري بالمتضررين وإزالة جميع المخلفات. إكرام صوفيا بسادات. أضرار جسيمة شهدتها أحياء مدينة بشار عقب التساقطات المطرية المعتبرة، مما أدى إلى انسداد القنوات وتضرر الساكنة. هذه أصولي، هذه من نبتلكو هنا أصولي انت خياطة أكاب في متر أو 30 إلى 11، هذا هو راح يعمل عندها شو ما من يمشي. كل الناس راح انضرت، كاع العائلات ما كاش اللي ما انضرتش ماديا، والحمد لله هذا قضاء كتبه ربي سبحانه. رجال الحماية المدنية كانوا ولا يزالون حاضرين بكل النقاط السوداء لمد يد العون وتخفيف المعاناة عن المواطنين. لحد الساعة ما زالت جهود مصالح الحماية المدنية متواصلة، حيث سخرت مصالح الحماية المدنية مختلف التعداد البشري وأجهزة المعدات الخاصة بالتدخل في الأماكن الوعرة، حيث اليوم كما راكم تشوفوا احنا متواجدين على مستوى مقر أو حي السلام ببلدية بشار من أجل عملية سحب يعني أو امتصاص المياه العالقة على مستوى المنازل. بداية كنا توجهنا للمنازل اللي عندهم تسرب مياه كبير على مستوى الدهاليز اللي غمرتهم المنازل بكمية كبيرة، ثم توجهوا المنازل اللي عندهم مستوى قليل تدريجيا حتى نتمكنوا من تغطية جميع الأماكن اللي مسها التضرر ولاية بشار. على إثر التهاطل الكبير للأمطار لم تستطع شبكات الصرف الصحي استيعابها، وليده خلقت لنا مشاكل كبيرة، والحمد لله رانا على قدم وساق. شبكات الصرف الصحي امتلأت بالأوحال، ولهذا سيصعب المهمة نتاعنا، ونطلب من المواطنين يتعاونوا معنا ويتفاهموا الوضعية ويعطونا شوية الوقت، يعطونا شوية الوقت إطاب بار إطاب. هذا وستشهد ليلة اليوم تساقطات أخرى، لذا وجب نسأل الله السلامة. نبقى مع أحوال الطقس، حيث وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيهين باللونين الأحمر والبرتقالي يتعلقان بظواهر جوية بكل من ولايتي بشار ونعمة، وبتنبيه من الدرجة الثالثة باللون الأحمر خاص بتهاطل أمطار غزيرة بكميات تفوق 50 ملم، وهذا ابتداء من الساعة 6 من مساء اليوم إلى غاية يوم غد الساعة 3 صباحا. وتنبيه آخر من الدرجة الثانية باللون البرتقالي خاص بتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مرفوقة بحبات البرد، وتمتد صلاحية هذه النشرة من منتصف نهار اليوم إلى غاية يوم غد على الساعة 9 صباحا.
قرر وزراء الخارجية العرب في ختام الدورة 62 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، قرروا الشروع في إجراءات تجميد عضوية الكيان الصهيوني بمنظمة الأمم المتحدة. القرار جاء بعد عدم التزام الكيان الصهيوني بمقاصد ومبادئ ميثاق المنظمة الأممية وتهديده للأمن والسلم الدوليين وعدم وفائه بالتزاماته التي كانت شرطاً لقبول عضويته في الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد تم تكليف مجموعة السفراء العرب بنيويورك بتقديم طلب تجميد مشاركة الكيان الصهيوني إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويمثل هذا القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب تبنياً للتوجه الذي لطالما طالبت به الجزائر على لسان وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف في مختلف المحافل الدولية. هذا وكللت المداولات باعتماد قرار يتضمن خطوات عملية للتحرك العربي المشترك أمام الهيئات القضائية الدولية، ويثمن جهود الجزائر بصفتها العضو العربية غير الدائم بمجلس الأمن، لاسيما مساعيها المتواصلة لوقف العدوان الصهيوني على غزة ونصرة ودعم القضية الفلسطينية. أيدحو. أسفرت المداولات المتمخضة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن اعتماد قرار تضمن خطوات عملية للتحرك العربي أمام الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا القرار أشاد بجهود الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لا سيما في مساعيها لوقف العدوان على غزة والدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار، وكذلك دعمها لمطلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ووجهت الدول العربية الشكر للجزائر على دعمها المالي والسياسي المستمر للقضية الفلسطينية، بما في ذلك مساهماتها في موازنة الدولة الفلسطينية. وعلى هامش الاجتماع أجرى الوزير أحمد عطاف مباحثات ثنائية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون بين الجزائر ومصر. كما عقد الوزير عطاف لقاءات جانبية مع وزراء خارجية دول عربية عدة للتشاور بشأن القضايا المدرجة على جدول عمل الاجتماع الوزاري، خاصة التطورات الخطيرة في فلسطين. هذا ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يدخل يومه 41 بعد 300، حيث استشهد فجر اليوم 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف مناطق سكنية مأهولة بجباليا شمال القطاع. كما شهدت مناطق أخرى تصعيدا عسكريا مكثفا شن على إثره الاحتلال قصفا مدفعيا على شمال مخيمي البريج والنصيرات وكذا خان يونس، أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. هذا فيما ارتقى 5 شهداء في قصف جوي نفذته طائرة الاحتلال على مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس بضفة الغربية. ويأتي القصف ضمن حملة تصعيدية شنتها قوة الاحتلال الإسرائيلي على المدينة وأعلنت حظرا للتجوال فيها وانتشرت في المناطق الشمالية منها، بالإضافة إلى تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات، وذلك ضمن ما يبدو عدوان واسع النطاق على المحافظة. في الاستثمار الفلاحي، شهدت بلدية ولاد حملة بولاية أم البواقي في السنوات الأخيرة دخول محيط للسقي حيز الخدمة، مما حفز الفلاحين للاستثمار في ميدان شعبة البطاطا بهذه المنطقة التي تعد بمحصول وافر في هذه المادة واسعة الاستهلاك. محمد زمولي. منتوج قياسي قدر ب 63,000 قنطار حققته منطقة أولاد حملة وعين مليلة في ميدان إنتاج البطاطا الموسمية. العمال يسابقون الزمن كل يوم ومنذ ساعات الفجر الأولى لإيصال الطلبيات إلى مختلف ولايات الوطن. كان تهوي، كان الماتريال، كان كلش. الماء كاين. الماء كاين شبعة كاع. أخذ متراب وحنا في روحنا نحوسوا حتى الامتياز. كنا نصيبوا هذيك خير من هذه. تخدم روحك وأرضك ودير فيها الإنتاج.
احنا على مستوى ولايه مول الباقي تم غراسه 290.5 هكتار، منها 228.5 هكتار موجهه للاستهلاك. لهنا على منطقه على مستوى منطقه ولايه حمله عندنا 239 هكتار، منها 177 هكتار موجهه للاستهلاك. تستقطب هذه الأراضي الفلاحية كل عام المزيد من الفلاحين من خارج الولاية، فلماذا أم البواقي قبلة وما هي الظروف المحفزة؟ احنا جينا من الجزائر، جينا لهنا لولاد حملة، استثمرنا هنا في ولاد حملة والحمد لله رانا خدامين هنا. كاين محيط سقي تسمى الماء، عاونتنا هذه البلاصة كي فيها الماء. هذا وقد انطلقت عملية غراسة بذور البطاطا ما بعد الموسمية، التوقعات مشجعة مما يبشر بتراجع سعرها في السوق وملء احتياطي المخازن. من خلال جني هذا المحصول راح تكون يعني توفر هذه المادة على مستوى الأسواق، ومما يساعد في انخفاض الأسعار وتسهيل استهلاك هذه المادة من طرف المواطن بأسعار معقولة إن شاء الله. الشريحة البطاطا ما بعد الموسمية نترقب يعني عندنا الهدف المسطر هو 170 هكتار على مستوى ولاية أم الباقي. دعم الدولة ومرافقة المصالح الفلاحية للمستثمرين من خلال إنشاء محيطات السقي والتموين بالأسمدة وقنوات السقي والقروض منعدمة الفائدة من شأنه إحداث الطفرة النوعية في الإنتاج الفلاحي. وسواعد فلاحي منطقة بوزولاي بالبيض تحول الأرض الرعوية إلى أرض خصبة تجود بالخيرات بفضل دعم ومرافقة الدولة، تقول دنيا نوالي. بعد سنة من العمل الجاد والمثابرة في هذه الأرض الخصبة بمنطقة بوزولاي ولاية البيض، يجني طهر بدون وعائلته محاصيل وفيرة ويعود الفضل لدعم الدولة. استفدنا من الدعم تاع الدولة في الحق العام هذا في تريسينتي في السنين اللي فات مقبونين، لا في الطريق لا في تريسينتي، لا الحمد لله السنة كل شيء راه متوفر، رانا شوية مع البصلة رانا شوية لاباس الحمد لله. الصيف رانا نشد ولادنا نعلموهم في الفلاحة يدوا خبرة بعد هذه هي البلاد تاعنا نخدموها ونستثمروا منها. يو ماذا بنا نعمروها، ماذا بنا نتعلموا من كبرين ولو فلاحين كبار. وخلال زيارتنا لبلدية الشقيق ثمن الفلاحون بدورهم مجهودات الدولة ومرافقتها الدائمة التي تساهم في زيادة نسبة الإنتاج والمحاصيل. أول تجربة هذه ودعمتني الدولة، أعطتنا الباسان، أعطتنا لابومب، أعطتنا التيوت على الرشاش. رانا رايحين للأحسن إن شاء الله بفضل توفر الإمكانيات المادية بفضل دعم الدولة ومرافقة المقاطعة الفلاحية. الإنتاج يعني راه إن شاء الله بربي فيه وفرة وتزايد، كذلك اكتساب خبرة عام بعد عام، وخاصة بعد الربط بالكهرباء الفلاحية. تشجيع النشاط الزراعي بهدف تموين السوق بمختلف المنتوجات يضمن وفرتها ويحقق الاكتفاء الذاتي. في إطار تجسيد المشروع التنموي الشامل الذي يهدف إلى ترقية المناطق الريفية، استفاد سكان بلديات دائرة عين بوسيف بالمدية من حصص سكنية ريفية والتي تم ربط معظمها بشبكتي الغاز والكهرباء. محمد عياشي. العوينات واحدة من بين 64 بلدية التي شملها مشروع تزويد المناطق الريفية بالغاز والكهرباء. تغزر الحوش هذاك راك تشوفيه، كنا ثم كنا يعني في ميزيرية وكذا وعمور، واليوم الحمد لله كثر خير دولتنا أعطتنا بنين ريفي ورانا يعني بنينا وسكننا والحمد لله، كي حنا كي وليداتنا. شوف فيه التريسيتي، فيه الغاز، فيه الماء، فيه الطريق، كلش عندنا. قمنا برصد مبلغ يتعدى 3700 مليار سنتيم فيما يخص الطاقة الغازية، وأكثر من 300 مليار سنتيم لإدخال الطاقة الكهربائية. وبفضل هذه المشاريع العمومية يمكن القول أن الولاية اليوم أصبح الغاز الطبيعي عبر 64 بلدية على 64 بلدية. البناء الريفي أيضا كانت له حصة من مشروع التنمية الشامل، ففي السنة الجارية كان عدد المستفيدين 170
وعامر واحد منهم. راهي تطورت الامور، راهي كاينه استفادات تقريبا 4 خطرات 5 في الان في حصه 50 40 حصه 80 مؤخرا 90 حصه. هذه المشاريع الحيوية من شأنها أن تمنح ظروف العيش الكريم للمواطنين في الأرياف وخاصة في فصل الشتاء. تربويا ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تدعمت ولاية بسكرة بهياكل ومنشآت تربوية جديدة في مختلف الأطوار التعليمية، إضافة إلى توسعة الأقسام وتجهيز المطاعم المدرسية من أجل تمدرس أفضل للتلاميذ. محمد أبي إسماعيل. حركية واسعة تعرفها مختلف المشاريع التربوية بولاية بسكرة. هياكل جديدة وأخرى حيز الخدمة ستسلم خلال الدخول المدرسي المقبل. هذه المنشآت التربوية من شأنها توفير مناخ ملائم للتمدرس وتقليص الضغط على المؤسسات التربوية. المنطقة هذه المنطقة الغربية كانت ذات نقص كبير من ناحية المؤسسات التربوية في كل الأطوار ابتدائي متوسط ثانوي، والحمد لله اليوم نحن رانا حدا ابتدائية جديدة ما عندهاش مدة من اللي بدات، وراه كاين ثانوية في طور الإنجاز إن شاء الله في الموسم القادم تكون واجدة إن شاء الله. متوسطة راهي في حيز الخدمة. قبل كنا نعاني ولادنا يروحوا ليكول بعيد ويقراوا، ودوكا الحمد لله مع المسؤولين وفروا لنا هذا المدرسه للاولاد، عاد كلش كاين الحمد لله دوكا كلش، وما كانش الاكتظاظ فيها. 21 مؤسسه تربويه في كل الاثوار الثلاث مجهزه بكل الوسائل البيداغوجيه ستتدعم بها الولايه لاستقبال التلاميذ والطاقم التربوي في ظروف لائقه. سيتعزز قطاع التربيه لولايه بسكرة خلال الدخول المدرسي المقبل عدة مؤسسات تربوية جديدة وعددها 18، منها مجمعين مدرسيين، 9 متوسطات و7 ثانويات، وأيضا نرتقب إلى نهاية سنة استلام أيضا 3 مؤسسات. الكم الهائل من المؤسسات التربوية ساعدنا في تخفيض نسبة الاكتظاظ خاصة في التعليم المتوسط الذي يشهد نوعا ما اكتظاظا في بعض المناطق. هذا كما قلت سيساعد في تحسين وضعية تمدرس أبنائنا، والعملية هذه تشجعنا أيضا للعمل أكثر مستقبلا، وإن شاء الله سيكون العدد أكبر في السنة المقبلة. أشغال ترميم وتهيئة واسعة تعرفها مختلف الهياكل التربوية. تسعى الدولة إلى تجنيد كل الإمكانات المادية والموارد البشرية لإنجاح هذا الموعد التربوي وعلى جميع المستويات. ومع العد التنازلي للدخول المدرسي، تتسابق العائلة الجزائرية لاقتناء المستلزمات المدرسية لأبنائها لتجد في المعارض والفضاءات المخصصة لبيع الأدوات المدرسية وجهة مفضلة نظرا للوفرة والأسعار التنافسية. العينة من قصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة مع عبد الفتاح دراري. قبل أيام قليلة من عودة التلاميذ إلى مدارسهم، افتتحت الطبعة الثالثة لمعرض الدخول المدرسي الذي احتضن عدة مشاركين عرضوا منتجاتهم بأسعار تنافسية. الأسعار هذا العام الحمد لله أسعار نقصت حوالي كاين حتى 15% 10% مقارنة بالسنوات الماضية، وإحنا في المعارض هذا نحاول نبيعوا بأسعار الجملة تقريبا باش ان شاء الله باش يستفاد كل، باسكو المعارض هذه هذا هو الهدف تاعها، سواء انه نتوشيو شرائح كاع تاع المجتمع. انا نشوف كاين اقبال كبير لاولياء التلاميذ، الاسعار تم متناول الجميع. هذا اليوم اللي بدينا فيهم لاحظنا اقبال كبير على العائلات وساعدتهم الاسعار، خاصة كراريس اللي كانوا يعانوا منهم كاع العائلات. زوار المعرض أبدوا استحسانهم لمثل هذه المبادرات التي تخفف عنهم تكاليف وأعباء الدخول المدرسي. بدينا نتناول الأولاد باش يشوفوا الأدوات المدرسية هنايا ونشوفوا البري تاعهم معقول إن شاء الله. كيف فتحوا هذا المعرض جيت باش نشري الأدوات اللي خصوني، لاخاطش تقول سبنا السومة ناقصة بارابور وسمو المكتبات الأخرى. جابتني ماما باش تشري لي ادوات لي كل باش ندخل نقرا فيهم بدل يعني. في ظل الارتفاع المحسوس الذي تشهده اسعار الادوات المدرسيه،
يبقى هذا المعرض فرصة للعائلة الجزائرية من أجل اقتناء مختلف المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة. والمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان تفتح أبوابها أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمدرسة، حيث تلقى الحاضرون شروحات حول ما تقدمه هذه المدرسة من خدمات وما يمكنهم من التسجيل قبل بداية الموسم الجديد، والتي عرفت حضورا معتبرا للشباب. إلى أخبار الرياضة، حيث عاد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم إلى أرض الوطن بعد تحقيقه لنتيجة 3-0 أمام منتخب ليبيريا في المباراة التي جمعتهما بملعب سامويل كانيون دو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 25. ويبقى المنتخب الوطني بهذه النتيجة في صدارة المجموعة الخامسة بست نقاط. أولا وبصفة شخصية الحمد لله الأمور سارت بشكل جيد، اللاعبون سهلوا لي المهمة، عيسى تحدث إلي قبل المباراة ومنحني الثقة، كان هناك توافق جيد مع ياسين الذي كان بجانبي، لهذا الحمد لله. وعلى المستوى الجماعي الأمور سارت على ما يرام، أعتقد أننا دخلنا المباراة جيدا، سجلنا هدفين بسرعة وبقينا مركزين طوال المباراة، اللعب هكذا خارج القواعد صعب، فزنا 3-0 ولم نتلقى هدفا الحمد لله. ونختم مشاهدينا من ولاية إنجزام التي تزخر بمناظر طبيعية خلابة ونقوش صخرية نادرة في متحف مفتوح على سلسلة الأحجار تستحق الاكتشاف. فاطمة زهرة من فرج الله. مناظرها الطبيعية الخلابة الممتدة عبر السلسلة الجبلية الأهجار جعلت ولاية إنجزام متحفاً مفتوحاً على مواقع سياحية متميزة كموقع إنرديغ. كاينين بلايص سياحية بامتياز ومازال بلايص وحدين أخرى مازال ما اكتشفوش. ما لدينا جوج المنطقة لمنطقة سياحية بامتياز، تتوفر فيها كل المناطق السياحية بالرسومات الصخرية إياك وبالمناظر الطبيعية بالكثبان الرملية، فيها كل المناظر اللي متوفرها اللي يبغوها السواح. احنا رانا نوجدوا المقومات اللي راح تساعد يعني انطلاقة السياحة، الانطلاقة الفعلية للسياحة على مستوى إنجزام. نحن يعني نستعد أولا بالنسبة للطرقات التي نحن في صدد يعني تجديدها. النقوش الصخرية التي ترمز لحقب تاريخية غابرة وتبرز ثروة حيوانية نادرة تأقلمت مع الوسط الصحراوي هي أخرى محطة تستحق الاكتشاف والترويج السياحي. هذا موروث ثقافي لازمنا نحافظ عليه ونزيد نشجعه بالسياحة الداخلية والخارجية. هكذا هي ولاية إنجزام، ساحرة وكذلك خلابة بمواقعها السياحية كهذا الموقع السياحي الذي يستحق الاكتشاف. بذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، بقي أن نذكر بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يتلقى التهاني من ملوك وقادة ورؤساء عدة دول بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة. إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية بشار تدابير وإجراءات فورية للتكفل بالمتضررين. وفي الاستثمار الفلاحي محصول وافر في شعبة البطاطا بأم البواقي يعد بتغطية الأسواق. وانتعاش في الإنتاج الفلاحي بالبيض بفضل آليات الدعم والمرافقة. اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة يقرر الشروع في إجراءات تجميد عضوية الكيان الصهيوني بالأمم المتحدة. وفي حرب الإبادة المفتوحة على غزة ما يربو عن 40 شهيداً في قصف صهيوني.
نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.